الاستعمار السعودي. الثقبة الثانية الاستعمار السعودي، والله العظيم عيب العراقي يقبل استعمار. العراقيين معروفين، أجدادنا ب 23 مشهود لهم، وعيب على العراقي يقبل يكون استعمار في بلده. أن الاستعمار الإنجليزي عنده تجربة العراق، وكل الأجانب العراق لهم تجربة. العراقي لا يقبل الضيم ولا يقبل أجنبي يتحكم به، فكيف نقبل باستعمار؟ الاستثمار تحول إلى استعمار، إيجاد فرص لأبنائنا بمئات الآلاف من فرص العمل عن طريق الاستثمار يتحول إلى استعمار. المستثمر يجيب فلوسه ومشكور، المطلوب يوفر له بيئة تحميه مو نبتزة. السعودية اليوم واحدة من أغنى خمس دول بالعالم، تحط استثماراتها بالعراق أصبح عيب؟ كل الحكومات السابقة ذهبت إلى السعودية، تفاضل السعودية من زمن دكتور حيدر العبادي، وقبلها أول زيارة السيد المالكي ذهب إلى السعودية، ودكتور عادل ذهب إلى السعودية، ولكن ظروف كورونا منعتنا من الذهاب إلى السعودية. ولكن اتفاقيات مذكرات تفاهم عديدة وقعنا ويا السعودية لخدمة بلدنا. معقول دولة غنية جار العراق أقول لا تستثمر؟ لا، خلي يستثمرون، هذا بلد مفتوح لكل استثمار يخدم العراقي، أي شيء يخدم العراق أهلا وسهلا فيه في العراق.